أخبار اليوم. والنهارده ومن داخل مدرسة سيد الشهداء الابتدائية بالعجوزة هنلتقي بسيادة المستشار عصام علي حسين. أهلا سيادة المستشار. يا أهلا وسهلا. يمكن النهارده وإحنا في أول يوم من انتخابات الإعادة في الانتخابات البرلمانية تكلمنا عن أجواء الانتخابات والإقبال، شكله إزاي؟ لا واضح برضه إن الإقبال برضه ما زال ضعيف، برضه في واضح إن الناس مش مبسوطة. الإقبال ضعيف طبعا. طيب ليه؟ ما انا لسه قايل دلوقتي الناس مش مبسوطه، يعني في حاجات كتير كانت المفروض تتغير ما زالت زي ما هي، فالناس حاسه باحباط كبير الحقيقه. برضه ما زالت فكره ان العنصر النسائي او المراه في تواجدها في التصويت اكتر من الرجال، ولا حضرتك شايف التفويت؟ هو بالطبع لان اللجنه هنا عندنا نسائيه، فمعظم من فعلا الموجودين الناخبين من السيدات. في المرحله الاولى من الانتخابات البرلمانيه اللي كانت الاولانيه للجيزه كان في تجاوز مراحل تجاوز فيها ولا كان؟ لا يعني ايه المقصود بالتجاوز؟ تجاوز يعني في حاجات يعني اي اجراءات مخالفه للميثاق الانتخابي يعني. لا واضح، لا لا ما كانش في اي تجاوزات، لان كان الاقوال زي ما احنا قلنا لسه الاقوال ضعيف، الى جانب الناس يعني بقت ملتزمه دلوقتي الحمد لله، يعني مساله العمليه الانتخابيه لا ماشي الامور يعني تمام، يعني مفيش مشكله يعني. متوقع احنا لسه في الساعات الاولى ان ممكن بعد الظهر او ان شاء الله في اليوم الثاني يبقى في اقبال اكتر؟ والله انا امل ذلك، يعني على اساس يعني الاختيار بقى اسهل النهارده بالاختيار بين احد المرشحين بس، فالمساله بقت اسهل، فاعتقد ممكن يبقى في اقبال اكتر يعني. بالنسبه لمرحله الفرز اللي هتكون في اليوم الاخير كيف تتم او بيتم ازاي؟ ده سؤال مكرر، احنا عارفين طبعا ده بيتم في اليوم الثاني ان شاء الله، وفي نهايه اليوم يعني بيتم الفرز يعني. بالنسبه لاجراءات التامين، معاونه السيدات الكبار في السن، الجنازه الخطوه المسلحه والشرطه هنا؟ لا هو ما شاء الله احنا طبعا بنثني على جهد الداخليه والجيش، ما شاء الله في مجهود جميل وفي تنظيم، وهم حابين يقوموا يادوا بالوظيفه دي، والحمد لله مقدينها على اكمل وجه، احنا لامسين ده كويس قوي يعني. لو حبينا كلمة حضرتك تقولها للمواطنين في ظل ممكن في ناس بتبقى عدم الوعي بالمرشح بتاعهم، بالناس قيمة الانتخابات البرلمانية، في ناس بتتقاعس، حضرتك بتقول؟ لا هو والله للأسف الكلام مش هيبقى للناخبين بقدر ان هم الكلام يبقى للقائمين على الدولة دلوقتي. انا شايف ان في عناصر ما عادتش صالحة للخدمة دلوقتي، يعني النهارده في عندي طاقة كبيرة من الشباب، وفي شباب كتير عنده وعي وعنده قدرة على العطاء، انا بقى في ناس اكتمل عطائها، فلازم يتنحوا جانبا وندي فرصه بقى للشباب او اللي قادر ان هو يدي البلد فعلا بجد، يعني كفايه بقى يعني الموضوع كده تجاوز كل الحدود.